مستوى العرض، يعني كيف نريد أن نقوم بنشر الفيديو في القناة. بالنسبة للفيديو الخاص، لن يحصل الفيديو على مشاهدات إذا كان خاص، ولا حتى سيظهر هنا في القناة بين الفيديوهات، ولا حتى في محرك البحث أو في اقتراحات يوتيوب. ولن يستطيع أحد مشاهدة الفيديو إذا كان خاص إلا في حالة معينة. يعني كيف في حالة معينة؟ تكون الفيديوهات وقوائم التشغيل الخاصة مرئية لك وللمستخدمين الذين تختارهم فقط. يعني كيف للمستخدمين الذين تختارهم فقط؟ يعني على سبيل المثال، إذا قمنا باختيار فيديو على أنه خاص، يظهر هنا في الأسفل مشاركة الفيديو الخاص. ماذا يعني مشاركة الفيديو الخاص؟ نضغط عليه، يظهر لدينا هنا يمكنك دعوة مستخدمين آخرين لمشاهدة الفيديو الخاص بك من خلال إدخال عنوان بريدهم الإلكتروني أدناه. يعني أنت تضع هنا حسابات الجيميل لأشخاص معينين، مثلا حسابين جيميل أو أكثر لأشخاص تعرفهم، وتختارهم أنت وتريدهم هم فقط من يشاهد هذا الفيديو. تضع هنا حسابات الجيميل التي تريدها، وتضع هنا إرسال إشعار عبر البريد الإلكتروني، فيصلهم إشعار على الجيميل أو على البريد الإلكتروني أنه تم دعوتك من قناة معينة لمشاهدة هذا الفيديو. وهكذا تتم مشاهدة الفيديو الخاص بهذه الطريقة، ولا يتم مشاهدة الفيديو الخاص إلا بهذه الطريقة. والفيديو الخاص لا يمكن مشاهدته من خلال الرابط. مثلا قمت بمشاركة رابط فيديو خاص على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم الدخول إلى الفيديو من خلال الرابط، يظهر للمشاهد أن هذا الفيديو خاص ولا يمكن مشاهدته. طبعا الفيديو الخاص له استخدامات معينة لا تفيدنا في القناة. نحن الذي يهمنا أن الفيديو الخاص بنا يحصل على أكبر عدد من المشاهدات، لذلك هذه الخاصية لا نستخدمها في قناتنا. أما بالنسبة للفيديو الغير مدرج، يمكن أن يشاهد الفيديو أي مستخدم لديه رابط يؤدي إلى الفيديو. وطبعا إذا كان الفيديو غير مدرج، لن يظهر في القناة بين الفيديوهات، ولن يظهر في محرك البحث، ولن يتم اقتراحه بين الفيديوهات، وإنما فقط يمكن مشاهدة الفيديو الغير مدرج من خلال الرابط. الفيديو الخاص لا يمكن مشاهدته من خلال الرابط، أما الفيديو الغير مدرج تستطيع مشاهدته من خلال الرابط. وهنا ملاحظة مهمة ربما البعض لا ينتبه لها، أنه يمكن مشاهدة الفيديو الغير مدرج إذا تمت إضافته إلى قائمة تشغيل. مثلا إذا قمت بإضافة فيديو غير مدرج في قائمة تشغيل علنية، ودخل أحد المشاهدين إلى قائمة التشغيل، سيظهر الفيديو الغير مدرج في قائمة التشغيل، ويمكن أن يشاهد الفيديو من هنا من خلال قائمة التشغيل. فإذا كنت لا تريد أن يشاهد أحد فيديو معين في قناتك، لا تقوم بإضافته في قائمة التشغيل. أما الفيديو العلني، بعدما ينتهي تحميل الفيديو مباشر سيتم تنزيل الفيديو في القناة، ويمكن لأي أحد مشاهدة الفيديو سواء في القناة أو في أي مكان على اليوتيوب، سواء من بحث أو اقتراح أو أي مكان آخر. القنوات التي تستخدم نشر الفيديو علني أغلبها يكون قنوات إخبارية. على سبيل المثال، يكون هناك خبر عاجل أو خبر جديد، تنشر القناة بسرعة على أنه الفيديو علني لكي تقوم بنشر الفيديو على القناة بطريقة أسرع. فهذه القنوات تقوم باختيار الفيديوهات على أنه علني، لكن استخدام الفيديو علني بشكل مباشر يعتبر أكبر خطأ في القناة. لماذا مشاركة الفيديو في القناة علني يعتبر خطأ؟ المشكلة الأولى، إذا قمت باختيار الفيديو علني وتم نشره مباشر في القناة، فسيتم نشره في البداية بدقة SD، يعني يعتبر بدقة منخفضة. أثناء مشاركة الفيديو من استوديو يوتيوب، هنا العلامة الزرقاء تعني جودة الفيديو. إذا تم نشر الفيديو علني مباشر في القناة، فستكون الجودة في البداية بدقة SD، يعني جودة منخفضة، ولا تظهر جودة HD، يعني الجودة العالية. أما المشكلة الثانية، عندما تشارك الفيديو من استوديو يوتيوب، هناك قسم يسمى عمليات التحقق. هنا يتحقق اليوتيوب إذا كان الفيديو يحمل حقوق طبع ونشر أو شيء مخالف لسياسات تحقيق الربح في اليوتيوب. فماذا يقول لنا هنا؟ ملاحظة إن نتائج التحقق هذه ليست نهائية، وقد تظهر مشاكل في المستقبل. يعني عمليات التحقق هذه ليست نهائية، مع الرغم أن اليوتيوب دقيق في هذه الأشياء، إلا أنه تظهر مشاكل على الفيديوهات في بعض الأحيان.
بسبب الكم الهائل من الفيديوهات التي يتم نشرها يوميا على اليوتيوب. في بعض الأحيان تظهر مشاكل على الفيديوهات، ولكن ليس كل الأحيان. فالخلاصة من هذا الكلام، الأفضل والاستخدام الصحيح لنشر الفيديو على القناة أن نقوم باختياره في البداية على أنه غير مدرج، يعني تقريبا لمدة نصف ساعة أو أكثر، ليتحقق اليوتيوب منه بشكل كامل إذا كان هناك مشكلة في الفيديو أو حقوق طبع ونشر، لكي لا يسبب الفيديو لنا إنذار على القناة أو مشاكل أخرى. وبعد نصف ساعة أو ساعة إذا أردت أن تقوم بنشره كعرض أول، أو إذا أردت أن تنشره علني، ليست هناك مشكلة. يعني إذا قمت باختياره على أنه غير مدرج، تستطيع أن تقوم بنشره كعرض أول إذا أردت، ليست هناك مشكلة، وإذا أردت أن تقوم بنشره علني. فهذه كانت الأشياء المهمة ونقاط التركيز في الفيديو الخاص والغير مدرج والعلني في مستوى العرض. بالتوفيق للجميع.